مرحبا بكم معنا في أصيلة، مدينة سياحية كتطلع على المحيط الأطلسي وجد جنوب مدينة طنجة. أصيلة معروفة بالمدينة القديمة ديالها وبأبوابها، باب البحر، باب القصبة، وبزنيقاتها اللي غالب عليها اللون الأبيض والزرق، واللي حيوطها مدينها لوحات تشكيلية. كتعتبر أصيلة واحدة من أجمل مدن شمال المغرب، وأجمل ما فيها هو بدون شك المدينة القديمة ديالها اللي كتجلب لها عشاق الهدوء والناس اللي كيقدروا جمال أزقتها والتناسق في ألوانها. أصيلة قطب ثقافي مهم في ظل الموسم اللي تيكون فيها كل سنة واللي كتنظم فيه ملتقيات دولية كتعرف مشاركة مبدعين مفكرين وفنانين، هادشي بالإضافة لورشات ديال النحت والرسم وكذلك سهرات فنية. سي حكيم، امتى فتحتي هاد لاغالري؟ الغالري كان افتتاح ديالها في عام 2002. كيف كتلاحظوا كاينه اعمال مختلفه، كاينه ديال محمد حرويط وكاينه ديالي الخاصه بلا تكنيك ديال لاغالري. لا تكنيك ديال لاغالري تعلمت انا في فندق الفيستيفال ديال اصيله. الفيستيفال ديال اصيله هو واحد المدرسه مفتوحه حقيقه، تقام فيها معارض، ندوات، سهرات موسيقيه، بالاضافه الى جوائز اللي كتوزع على بعض ميدان القصه والشعر والاداب وغير ذلك. ودابا انت تعلمتي في الفيستيفال، واش دابا انت حملتي الشعله وانت بديتي كتعلم الوليدات؟ ضروري اكيد، بحال اللي علمونا حتى حنا كنعلموا. عندنا الان دابا كنعملوا دورات تدريبيه في فن الحفر هنايا من الطلبه، وفي داخل الجاليري نفس الوقت في كل ويكاند كنعملوا ديزاتولي دي زونفون من الابناء ديال اصيله. قدرات مدينة أصيلة تواكب عصرها وتصبح وجهة سياحية بامتياز مجهزة لاستقبال الزوار، زوار اللي كيجيو يكتشفوا مدينة تأسست في القرن العاشر واللي مازال أسوارها وأبراجها كتحكي التاريخ ديالها. ما تنساوش تزوروا الموقع ديالنا على الانترنت www.lemarocogem.com باش تلقاو كل المعلومات المتعلقة بأصيلة et nos recommandations pour tout ce qui est hébergement. وحنا غادي نتلاقاو قريب باش نكتشفوا منطقة أخرى في المغرب اللي كنبغي.